انا شايف قطاع العقار النهارده يمكن يعني لو تشوف حجم المشروعات المعروضه، انا اعتقد ان النمو اللي حصل لو تقارن النص الاولاني من سنه 2018 والنص الاولاني من سنه 2019، انا اعتقد حجم الوحدات او حجم العقارات التي تم تداولها او تم بيعها من الشركات سنه 2018 يمكن ثلاث مرات 2017، وده كان بيدل في نمو، يعني في نمو حقيقي يعني بالنسبه لصناعه العقار. وانا شايف صناعه العقار طبعا انا بعتبرها هي القاطره اللي بتشد الاقتصاد عموما ككل، في اكثر من 90 صناعه، وكل ما نشط صناعه العقار كل ما يمكن نشط صناعات كثيره جدا اللي هي بتشد الاقتصاد، طبعا بيحصل فيها نسبه نمو كويسه. فانا بعتقد صناعه العقار من الصناعات المهمه جدا 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 في تنشيط الاقتصاد القومي. يعني هي مشكلتنا لغايه دلوقتي كل المستثمرين اللوكال لسه ما قدرناش نجذب، يعني نجيب استثمارات اجنبيه ان هم يشتغلوا في العقار. يمكن قريب ان شاء الله تحصل الموضوع ده، هو ان احنا لو المستثمر الاجنبي جه ولقى سهوله، عمليه البيروقراطيه اتشالت، عمليه ان يقدر يقعد مع مسؤول ويقدر ياخد منه الماده الخام اللي هي الارض، اعتقد المشكله دي هتتحل شويه احسن. لا 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 ابدا مش هيحصل، ابدا مش هيحصل. ليه؟ لان مفيش وحده بتتبنى الا لو كانت متباعه قبليها، يعني الوحده بتتباع وبتتسلم بعدها بخمس سنين. هتحصل ازاي في قاعه عقاريه؟ هي يمكن في مشكله شويه تباطئ بالنسبه للريسيل، ولكن او اي مطور بيعمل لونش جديد في ماشي في بروجكت جديد بيبيع كويس جدا، بيحقق 90% من التارجت والخطه بتاعته. بقول لك اللي اتباعت النص الاولاني من سنه 2018 السنه دي يمكن ثلاث اربع مرات اللي اتباع قبل كده هو في خلال الفتره اللي فاتت.